بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الطلاب الأكارم، طلاب الصف الخامس الابتدائي، في هذا الفصل الدراسي الثاني في مادة لغتي الجميلة، في موضوع درس جديد بعنوان الوحدة الخامسة، نص الاستماع، الطفلان الذكيان. سنتعلم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، استمعوا إلى النص بتركيز وانتباه، وعددوا الصفات التي اتصف بها الطفلان الذكيان، أيضا آداب تقديم النصيحة للآخرين. إذا موضوع درسنا بعنوان نص الاستماع، الطفلان الذكيان. قبل البدء أيها الطالب الكريم بالدرس، أعرض عليك هذا السؤال: من خلال عنوان النص الطفلان الذكيان، اختر الإجابة الصحيحة لما يأتي. يعد الوضوء من واجبات الصلاة أم أركان الصلاة أم شروط الصلاة؟ كنت قد تعلمت الوضوء وصفته وعرفت أحكامه، فهل تعرف الوضوء هل هو من واجبات الصلاة أم من أركان الصلاة أم من شروط الصلاة؟ هل تعرف الجواب؟ أحسنت، هو من شروط الصلاة. أحسنت، هو من شروط الصلاة. ممتاز، بمعنى أنه لا تقبل منك الصلاة ما لم تتم الوضوء صحيحا، فمن لم يتم وضوءه صحيحا أو لم يتوضأ فإن صلاته يجب عليه أن يعيدها. نبدأ الآن بنص الاستماع، وأريد منك أيها الطالب الكريم أن تنتبه معي جيدا وأن تركز فيما تسمع. نبدأ الآن. العنوان: الطفلان الذكيان. كان الحسن والحسين ابن فاطمة الزهراء والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهم في سن الصبا، وكان يسيران على هدي من سيرة جدهما الرسول عليه الصلاة والسلام في أعمالهما وعبادتهما، وكان يحسنان الوضوء ويؤديان الصلوات في أوقاتها. وذات يوم ذهب إلى محل الوضوء فوجد شيخا كبيرا لا يحسنه فلا يتم غسل الأعضاء. تشاور في الأمر وفكر في تقديم نصيحة لهذا الشيخ الكبير حتى يحسن وضوءه ويتمه، ولكن كيف ينصحانه دون إيذاء لمشاعره وقد لا يقتنع بنصيحة من أولاد في سن صغيرة؟ وأخيرا وصل إلى فكرة طيبة، قال أحدهما للآخر: هيا نتحدث في صوت عال كأن بيننا خلافا حول الوضوء، وكيف نتم وضوءنا وأنت تتهمني بأني لا أحسنه ولا أعرف كيف أتوضأ، وأنا أرد عليك بأنك أنت الذي لا تتوضأ كما يجب. وحين يسمع الرجل ذلك سيدخل بيننا ونحتكم إليه ونستعرض أمامه كيف نتوضأ وضوءا كاملا وصحيحا، ولا بد أنه سينتبه إلى خطأه. وحدث ما توقعه الشقيقان الذكيان الطيبان، وانتبه الرجل إلى خطأه وقال لهما: بارك الله فيكما أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن أدبكما، أنا الذي لا يحسن الوضوء. ورجع إلى الماء وأعاد وضوءه مستفيدا من كلام الحسن والحسين. وهكذا لا بد أن نقدم النصيحة في ذوق وأدب ورقة وبأسلوب مناسب حتى يقبلها الآخرون وتجد طريقها مفتوحا إلى القلوب والعقول،
حتى وإن كانت من أطفال صغار في السن. هنا انتهى نص الاستماع. الآن أيها الطالب الكريم، بعد أن استمعنا إلى نص الطفلان الذكيان بتركيز وانتباه، نجيب عن الأسئلة التالية. إذن سنجيب الآن على بعض الأسئلة مما استمعناه في نص الاستماع الطفلان الذكيان. أولاً، اتصف الحسن والحسين رضي الله عنهما بصفات عديدة، أذكر ثلاثاً منها. هل تعرف عدداً من هذه الصفات التي اتصف بها الحسن والحسين؟ أحسنت. السير على هدي جدهما الرسول صلى الله عليه وسلم في أعمالهما وعبادتهما. ممتاز، أحسنت. هذه هي الصفة الأولى، أنهما يسيران على هدي جدهما الرسول صلى الله عليه وسلم في أعمالهما وعبادتهما. أيضا هل تعرف مما استمعت إليه، هل تعرف عددا من الصفات؟ أحسنت. كانا يحسنان الوضوء، كانا يحسنان الوضوء، أحسنت. أيضا كانا يؤديان الصلاة في وقتها، كانا يؤديان الصلاة في وقتها رضي الله عنهما. السؤال الذي يليه، ما الذي أثار انتباه الصغيرين حينما ذهب إلى محل الوضوء ولماذا؟ ما الذي أثار انتباههما عندما ذهب إلى محل الوضوء يريدان أن يتوضأ؟ ما الذي لفت انتباههما؟ هل تعرف؟ ولماذا أيضا؟ أحسنت. أثار الشيخ الكبير انتباه الصغيرين لأنه لا يحسن الوضوء فلا يتم غسل الأعضاء. إذن الذي أثار انتباه الصغيرين هو ذلك الشيخ الكبير، وذلك لأنه لا يحسن الوضوء فلا يتم غسل الأعضاء. أحسنت. السؤال الذي يليه، كيف استطاع الحسن والحسين نصح الشيخ الكبير؟ ماذا فعل الحسن والحسين رضي الله عنهما لنصح الشيخ الكبير الذي لم يكن يحسن وضوءه؟ كيف استطاع أن يقدم له هذه النصيحة؟ هل تعرف؟ أحسنت. جعل الشيخ الكبير يحكم بينهما في كيفية وضوئهما، وأظهر له الطريقة الصحيحة للوضوء بطريقة غير مباشرة، فلم يشعر ذلك الشيخ بأنه هو المقصود بهذا الفعل، فقام بالاستفادة من شرح الحسن والحسين رضي الله عنهما لطريقة الوضوء. أحسن. أيضا السؤال الذي يليه، بما اتصف الصغيران في هذا الموقف؟ الصغيران الحسن والحسين اتصف بموقف وبصفات جميلة في هذا الموقف، هل تعرف ما الصفات التي اتصف بها بهما هذين الطفلين؟ أحسنت. الذوق والأدب في تقديم النصيحة، فلم يريد أن يجرح مشاعر الشيخ الكبير. وأيضا الذكاء وحسن التصرف، فقد قام بطريقة معينة حتى يستطيع أن يوصل هذه المعلومة للشيخ ويبين له الطريقة الصحيحة للوضوء، ف قدم النصيحة بحسن تصرف وذكاء حتى لا يشعر الرجل أنه هو المقصود. أحسن. أيضا السؤال الذي يليه، هل أحببت هذين الطفلين ولماذا؟ أنت أيها الطالب الكريم، هل أحببت هذين الطفلين اللذين هما الحسن والحسين ابن فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل أحببتهما؟ نعم، المسلم يحب هذين الرجلين الحسن والحسين. لماذا؟ فهما حفيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يحبهم عليه الصلاة والسلام، ولأنهما كانا يسيران على هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن نحن المسلمين نحب الحسن والحسين لأنهما حفيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يحبهم عليه الصلاة والسلام، ولأنهما كانا يسيران على هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أحسن. الآن أيها الطالب الكريم، أصوغ سؤالا لكل إجابة مما يأتي وأكتبه في المكان المخصص. الآن أيها الطالب الكريم، أريدك أن تضع سؤالا للجواب، فانظر هنا الإجابة
تشاور الحسن والحسين رضي الله عنهما لتقديم نصيحة للشيخ الكبير حتى يحسن الوضوء ويتمه. ما السؤال الذي ممكن أن نضعه لهذه الإجابة؟ هل تعرف سؤالا يمكن أن يكون لهذه الإجابة؟ أحسنت. لماذا تشاور الحسن والحسين رضي الله عنهما؟ لماذا تشاور الحسن والحسين رضي الله عنهما؟ سيكون الجواب: تشاور الحسن والحسين رضي الله عنهما لتقديم نصيحة للشيخ الكبير حتى يحسن الوضوء ويتم. أحسنت. الآن نأتي إلى الإجابة الثانية. انظر: يجب أن تقدم النصيحة في ذوق وأدب لتجد طريقها إلى القلوب والعقول. هل نستطيع أن نضع على هذه الإجابة سؤالا؟ هل تستطيع؟ أحسن. كيف يجب أن تقدم النصيحة ولماذا؟ كيف يجب أن تقدم النصيحة ولماذا؟ سيكون الجواب: يجب أن تقدم النصيحة في ذوق وأدب لتجد طريقها إلى القلوب والعقول. أحسنت. الآن أضع إجابة صح يمين التكملة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي. بارك الله فيكما عبارة تقال في موقف المدح أم الدعاء أم الشكر أم الاعتزاز؟ بارك الله فيكما أين تقال؟ أحسنت. الدعاء. بارك الله فيكما. هذا الشيخ الكبير عندما أراد أن يدعو لي هذين الطفلين الصغيرين الذكيان اللذين هما الحسن والحسين دعا لهما فقال: بارك الله فيكما. الذي يليه: أرشد الحسن والحسين رضي الله عنهما الشيخ الكبير للوضوء بأن قال له: إن وضوءك ناقص، أم أحسن الوضوء أمامه، أم سخر منه ومن تصرفه؟ أي الإجابات التالية صحيح؟ أحسنت. أحسن الوضوء أمامه. لما أحسن الوضوء أمامه عرف الشيخ الكبير خطأه فقام بالاستفادة من هذا الفعل. إذن الإجابة الصحيحة أنهما رضي الله عنهما أحسن الوضوء أمامه فتنبه الشيخ لخطأه. الآن يا طالب الكريم أكمل الفراغات بما يناسب الموقف من وجهة نظري. الموقف: يعجبني موقف الشيخ الكبير الذي أخذ بنصيحة الطفلين الصغيرين. ولا يعجبني ماذا؟ نحن يعجبنا موقف الشيخ الذي أخذ بنصيحة الطفلين الصغيرين. ولا يعجبني من؟ أحسنت. من لا يتقبل النصيحة ولا يعمل بها. لا يعجبني من لا يتقبل النصيحة ولا يعمل بها. نأتي الموقف الذي يليه: يعجبني الحسن والحسين رضي الله عنهما لحسن أدبهما ولطف أسلوبهما وذكائهما. ولا يعجبني من؟ هل تعرف؟ أحسنت. ولا يعجبني الإنسان الذي يقدم النصيحة بأسلوب غير لائق فيه إيذاء لشعور الآخرين. إذن ولا يعجبني الإنسان الذي يقدم النصيحة بأسلوب غير لائق فيه إيذاء لشعور الآخرين. أحسنت. تقويم: تقديم النصيحة من الصغير للكبير يعد أمرا لا يجوز، أم واجب ديني، أم غير مرغوب فيه؟ هل تعرف الجواب؟ تقديم النصيحة من الصغير للكبير يعد أمرا لا يجوز، أم واجب ديني، أم أمر غير مرغوب فيه؟ ما الإجابة الصحيحة؟ أحسنت. واجب ديني. واجب ديني. أحسنت. تعلمنا في درسنا نص الاستماع الطفلان الذكيان، تعلمنا صفات الحسن والحسين، وقلنا أن من صفاتهما رضي الله عنهما السير على هدي جدهما الرسول صلى الله عليه وسلم في أعمالهما وعبادتهما، وأنهما كان يحسنان الوضوء وكان يؤديان الصلاة في وقتها. وأيضا تعلمنا في هذا الدرس آداب تقديم النصيحة، فقلنا أن من آداب تقديم النصيحة الذوق والأدب في تقديم النصيحة، وأيضا الذكاء وحسن التصرف عند تقديم النصيحة. مراجعنا كانت كتاب الطالب وكتاب المعلم والتطبيق النحوي.
هذا والله تعالى على وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.